حزيران 67. وفي تفاصيل عملية الاحتلال كان في هناك مفاوضات ما بين الأمم المتحدة وأوساط عربية وأوروبية وأمريكية على وقف إطلاق النار، وعلمت القيادة الصهيونية بهذا الحديث وسرعت من تقريبا 12 ليلا إلى الفجر، كانت قد أنهت احتلال مدينة القدس استباقا لقرار وقف إطلاق النار. بمعنى أنه عملية الاحتلال هي كما أشار أحد القادة الإسرائيليين لم يكونوا بنقاش أنه نحتل المدينة أو لا نحتل المدينة، وإنما النقاش كان حول متى وكيف سيتم احتلال المدينة. بدأت مباشرة في 17 من شهر 6 67 بعملية أول تطهير عرقي في داخل مدينة القدس، وهو إزالة حارة المغاربة بالكامل. وفي 18 الشهر من ذلك في تلك الفترة في شهر 6 67 كانت هنالك قد تم إزالة حارة المغاربة التي هي كانت تمثل جزء من التاريخ العربي الإسلامي في هذه المنطقة، وتم طرد كل السكان الفلسطينيين بها. ثم بدأت فيما بعد سياسة استراتيجية واضحة تماما باتجاهين، الاتجاه الأول هو الأرض والاتجاه الثاني هو السكان. فبدأت بعملية مصادرة الأراضي للمصلحة العامة في تلك الفترة في عام 1968. من الملفت تدمير حي المغاربة في عام 67. باللحظة اللي تم احتلال مدينة القدس تم تدمير جزء الأكبر من هذا الحي، وهناك ضابط إسرائيلي اللي هو لا أذكر اسمه الآن، ضابط سلاح المدرعات الإسرائيلي في مقابلة معه قبل عدة سنوات حكى وتحدث عن احتلال حي المغاربة والتدمير، وقال كنا نهدم البيوت على رؤوس أصحابها ولم نسمح لسيارات الإسعاف بالدخول إلى هذا الحي، لم نسمح، وهذه اعترافات. مقابل حي المغاربة كان في أن حارتين اللي هي حارة الريشة وحارة الشرف أيضا تم تدميرهم وتهجير السكان. عندما تم احتلال مدينة القدس عام 67، الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته الظالمة لم يميز بين كنيسة ومسجد، وبين مسلم ومسيحي، وبين حي يسكنه مسيحيون أو حي يسكنه مسلمون، كل الشعب الفلسطيني استهدف. أنا لا يمكنني أن أتحدث فقط عن معاناة المسيحيين، لا يمكنني أن أتحدث عن معاناة فقط الكنائس المسيحية، لأن كل الشعب عذب وكل الشعب استهدف وكل الشعب اضطهد منذ عام 48 وعام 67 وحتى الآن. الفكرة الصهيونية والحركة الصهيونية قامت على أساس فكرة بسيطة جدا في غاية البساطة، تتمثل في طرد سكان سحب أراضي، وهي علاقة جدلية، بنسحب أراضي بنطرد سكان، بنطرد سكان بنسحب أراضي. بالتالي ما مكنون المشروع الصهيوني هو الحصول على أكبر مساحة من الأراضي من العقارات دون سكان. ب 26/6 كان اتخاذ قرار توسيع حدود بلدية القدس من 6.5 كيلومتر إلى 72 كيلومتر، وبالتالي
كانت هذه الأهداف الاستراتيجية أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان الفلسطينيين، وبالتالي كان عدد السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة 70,000، ولم يكن يوجد في هذه المنطقة ولا إسرائيلي. كان الفلسطينيون يملكون 100% من هذه الأراضي، ولم يملك الإسرائيلي ولا شيء من هذه الأراضي. في كان عندنا خروج إجباري قصري من مدينة القدس باتجاه الأردن وباتجاه المناطق المحيطة في مدينة القدس. هذا أتبع بأمر الإقامة رقم 11 بأنه كل مواطن بده يخرج من المدينة إذا خرج لمدة معينة وفقد إقامته في المدينة، واستتبع هذا بقرارات وقوانين طويلة جدا من 67 حتى اللحظة هاي، فرغت أو أفرغت مدينة القدس من أكثر من 150,000 مواطن قسرا وبشكل غير مرئي. المسيحيون الفلسطينيون استهدفوا، لا بل أنا أعتقد أن استهداف المسيحيين ما زال متواصلا ومستمرا حتى الآن. إذا ما قرر أحد المسيحيين أن يترك هذه البلاد تقدم له كل التسهيلات، كل التسهيلات المطلوبة تقدم له لكي يغادر ويترك هذه البلاد، وكأنه هنالك مخطط يهدف إلى إفراغ فلسطين. وطبعا المنطقة العربية، نحن الآن نتحدث عن فلسطين، هنالك مخطط يهدف إلى إفراغ هذه الأرض المقدسة من مكون أساسي من مكوناتها. عام 1973 كانت هنالك تشكلت لجنة جيفني. لجنة جيفني هي شكلتها رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مير في تلك الفترة. هذه اللجنة كانت هي عملية ضبط السكان الفلسطينيين أن لا يزيدوا من المجموع العام عن 22%. إذن كيف نحقق هذا الهدف؟ بدأت في مصادرة الأراضي، بدأت في هدم المنازل، بدأت في عملية سحب الهويات وغير ذلك، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. في سنة 1970 بدأت هجمة أخرى باتجاه مدينة القدس، وهو مصادرة أكبر مساحات من الأرض، وبدأت عملية الاستيطان المركز. في تلك الفترة 12 كيلومتر مربع من الأراضي تم مصادرتها للمصلحة العامة، وتم إقامة سلسلة من المستوطنات، حتى وصلنا اليوم في عام 2016 بإقامة 15 مستعمرة إسرائيلية في داخل حدود بلدية القدس التي تم توسيعها بعد عام 1967، وتم مصادرة 35% من مساحة القدس أو ما يعادل 24 كيلومتر من 72 للمصلحة العامة. لم يكن هنالك في تلك الفترة ولا إسرائيلي في القدس. اليوم نتكلم عن 210,000 مستوطن إسرائيلي. في عام 1967 كنا نملك 100%، اليوم لا نسيطر إلا على 13% من مساحة القدس. في عام 1990 أعلن تماما أنه من لم يكن ساكن في قلب المدينة فإنه سيخسر المواطنة، وبالتالي كان هذا الإعلان ردة فعل عكسية، أن كل مقدسي كان خارج حدود القدس عاد حتى سكنوا في اليواخير وسكنوا في المناطق التي لا تسكن حتى الآن، وبدأت المعركة الديموغرافية التي ما زالت حتى اليوم بأشكالها بهوياتها بمواطنيها بالصراع. بدأ صراع كبير جدا، حتى أن كل مولود الآن يولد في القدس هناك أكثر من 18 منظمة ترصد هذا المولود. كل مولود فلسطيني يولد في القدس 18 منظمة تعطي عنه تقرير أنه اليوم الساعة الفلانية ولد مولود، فيعتبرون كل مولود ولي يولد في القدس فلسطيني هو أكثر من القنبلة.
الآن الجانب الإسرائيلي بعد أن انتصر جغرافيا بدأ يخطط في عام 1994 في مخطط اطلق عليه القدس عام 2020 الذي يهدف إلى جعل مدينة القدس هي مدينة جاذبة للإسرائيليين طارد للسكان الفلسطينيين، وفي نفس الوقت توسيع المستوطنات الموجودة، إقامة مستوطنات جديدة، وأيضا في نفس الوقت إقامة بنية تحتية كاملة متكاملة من الأنفاق والجسور والقطارات سواء كانت الخفيفة أو السريعة، وفي نفس الوقت أيضا توسيع حدود بلدية القدس التي هي وسعت في 67 إلى ما نطلق عليه مفهوم ثاني القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، وهو ما طرحه قبل فترة قصيرة عند يعلون عندما قال أن ما ضم عليه أدوميم إلى مدينة القدس هي مسألة وقت. وبالتالي اليوم إسرائيل تنتظر إلى المستقبل بأن يكون القدس الكبرى بمفهومها أقلية عربية مطلقة تصل إلى 12% بأحد التقارير و 88% إسرائيليين. طب كيف يتم ذلك؟ طرد سكان فلسطينيين وهما تكلموا عن أكثر من 150 ألف فلسطيني يجب إخراجهم مثل القرى التي تعرفها حول مدينة القدس، وحيم رامون تكلم عن هذا الموضوع، فجاءت قضية التخلص من الأحياء الفلسطينية وهي ضمن الاستراتيجية، وفي نفس الوقت هي ضم هذه الكتل إلى داخل مدينة القدس. الحركة الصهيونية تدرك وتسعى إلى تقزيم مدينة القدس عند المسلمين إلى المسجد الأقصى، وكأنه إلى القضية دينية، يعني بس إحنا عندنا المسجد الأقصى ما فيش حاجة لأي شيء تاني. لا، شعفاط، بيت حنينة، الطوري، الثوري، سلوان، كل هاي المناطق هي جزء من مدينة القدس وأهميتها كأهمية البلدة القديمة، مع ميزة إنه البلدة القديمة هي تحوي أماكن دينية إسلامية ومسيحية بشكل أساسي. القدس الحالية هي تعادل 1.2% من مساحة الضفة الغربية، بينما القدس الكبرى تعادل 10% من مساحة الضفة الغربية. المساحة الضفة الغربية تكلموا قبل أيام عن قضية جوش عتسيون ونصف مليون مستوطن، إذا نحن اليوم نتكلم عن نصف مليون في منطقة جوش عتسيون التي تتشكل من 14 مستعمرة إسرائيلية، نتكلم عن أكثر من 100,000 في معالي أدوميم والمستوطنات الحواليها وجفعات زئيب. إذا هذا التشكيل الموجود شكل ثلاث حلقات استيطانية، حلقة داخل مدينة القدس وحلقة حول مدينة القدس وحول مدينة القدس لتصل إلى منطقة غوار الأردن. إذا تكلمنا عن مدينة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا رب الصلاة
حي على الصلاة. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، لا إله إلا أنت. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا عن مدينة القدس مستقبلا، لا يمكن فصلها لأنه هذه المستعمرات تقع في داخل التجمعات الفلسطينية، بمعنى تتكلم عن رأس العمود تجمع إسرائيلي كبير، في جبل الزيتون متجمع كبير، في الشيخ جراح وغير ذلك. من هذه يطلق عليها اسم 26 بوابة حول مدينة القدس. من هذه المشاريع تقريبا حوالي 7 بوابات تم إقامتها، سواء كانت في رأس العمود، في جبل المكبر، في منطقة جبل الزيتون، في الشيخ جراح وغيره. إذن هذه الرؤية الإسرائيلية اليوم الجغرافية والسياسية والأمنية بعثت فيها نقطة أخرى وهي قضية السكان. عندما اكتشف الإسرائيليون أن 75% يعملون في الفنادق فلسطينيين من أهل القدس، وأن 62% بيعملون في البناء، وأن 52% بيعملون في المواصلات، و 22% فقالوا يجب أن نتخلص من السكان، لكن لن نتخلص من السيطرة عليهم، بمعنى الدخول والخروج بإذن الإسرائيلي، أنتم هناك ونحن هنا، لأنهم بحاجة لهذا الموضوع. وما حدث في شهر 10 في 2015 عندما وضعت البلوكات حول مدينة القدس، أنا اعتقادي كانت هي البروفة الأولى لعملية التخلص من السكان.
وبدأت الملابس اليهودية نشاهدها، بدأت أيضا الحركات الدينية تظهر، وفورا فتحت 3 مدارس في منطقة طريق الواد وفي منطقة باب السلسلة. ثم انتقلنا إلى ما هو أخطر، إلى تغيير المشهد المطل على المسجد الأقصى، وهي ما تسمى بالمقبرة اليهودية. أخذت هذه المقبرة تتسع، شغل فيها أكثر من 1000 عامل، وبدأت القبور تعاد وتبنى حتى امتدت من حوالي يعني 5 دونمات تصل الآن إلى 80 دونما، شكلت مساحة في الرؤية البصرية. تمت السيطرة أيضا على منطقة ما يسمى وادي قدرون، وبدأ وادي قدرون إلى أن وصلنا إلى عين سلوان. تمت السيطرة على عين سلوان، ارتحلوا قليلا ليقتربوا أيضا من منطقة وادي حلوة، تم تحويل وادي حلوة إلى ما يسمى بمدينة داود، وبدأت تصنع الرواية الدينية بشكل كميل جدا. الكثير من العقارات والكثير من الأوقاف المسيحية التي تم الاستيلاء عليها عنوة، وتم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية وغير شرعية، لأن الأوقاف ليست سلعة معروضة للبيع. الأوقاف هي أوقاف لها حرمتها ولها أهميتها ولها ارتباطها بالمؤسسة الدينية القائمة. هنالك كنائس ومنها ما هو قائم في القدس الغربية التي تم الاستيلاء. هنالك أحياء مسيحية مثل القطمون مثلا. في القطمون كانت تسكن مئات العائلات المسيحية التي طردت من منازلها، ومن يذهب اليوم إلى حي القطمون يمكنه أن يرى المنازل القديمة وعليها كتابات باللغة العربية تشير إلى أصحابها الأصليين الذين طردوا من القدس وذهبوا إلى الأردن وإلى لبنان وإلى سوريا وإلى مصر. بدأت إسرائيل بالذات من بداية الاحتلال أرادت أن تضرب 5 محاور أساسية في حربها. شنت حرب على التعليم، شنت حرب على السياحة، وشنت حرب على التجارة، وشنت حرب على السكان، وشنت حرب على المقدسات الدينية. 1882 شكلت لجنة على مستوى باحثين في الحركة الصهيونية لأسرلة الأسماء في مدينة القدس، وتشكلت بشكل عضوي من خلال مجموعة من علماء الآثار عام 1922، وبعد 48 جمعوا أكبر قدر ممكن من علماء الآثار والتاريخ وبدأوا في تهويد الأسماء. هودوا 216 اسم في البداية، بعدين 194 اسم، بعدين 556 اسم وإلى غير ذلك. اليوم كل شارع، كل حي، كل زاوية، كل منطقة في مدينة القدس تحديدا، فلسطين كاملة ولكن في مدينة القدس تحديدا يتم تهويدها. لاحظوا قضية في غاية الخطورة. الناس اليوم بتطلع في القطار الخفيف، ولكن الأسماء الموجودة في القطار الخفيف هي أسماء بالعبري، مكتوبة بالعبري ومترجمة بالعربي. جبل كذا هو مكتوب بالعبري، والهدف إنه المواطن الفلسطيني الساكن الأصلي الفلسطيني أن يتم التعامل مع أن يتعامل مع هذه الأسماء بشكل تلقائي وكأنه هي جزء من حياته، جزء من منظومة الوعي عنده. هذا أخطر ما في الموضوع. بدأت الرواية الإسرائيلية، الرواية التوراتية، تقدم شوارع بأسماء يهودية، تقدم أكثر من 7000 اسم
انتشر في كل فلسطين، منها في القدس أكثر من حوالي 1750 اسم ومصطلح تم تغييرها من اسم عربي وفلسطيني إلى اسم يهودي. هكذا بدت الصورة، الصورة كانت قاتمة وخطيرة جدا، احتلال إحلالي، احتلال غصبي، احتلال ترحيلي، احتلال يريد أن يفرغ المدينة من سكانها ويرحل أهلها ويأخذ مقدساتها. هذا هو أخطر أنواع الاحتلال. عندي قناعة من انتفاضة 87 مثلا، كانت انتفاضة رائعة في كل شوارع أحياء مدينة القدس. من هذه الانتفاضة أنا بقول إنه الشعب، ولا شعب في التاريخ هزم، ممكن يخسر معركة، ممكن يخسر تنتين، ممكن يخسر جولة، ولكن المعركة هي بإيد الشعب، بإيد الشارع.